أهلا بكم. أكدت صحيفة الخبر الجزائرية في تحليل لها اليوم أنه بقدر ما استطاعت أحزاب المعارضة في الجزائر أن تجمع شتاتها وتياراتها عبر ندوة الانتقال الديمقراطي بقدر ما عجزت أحزاب السلطة عن معالجة أزماتها الداخلية وصعوبة توحيد صفوفها وتحالفاتها. وهو وضع يظهر أنه عندما تصاب أو يظهر أنه عندما تصاب السلطة بأزمة داخلية فإن أعراض المرض تظهر جلية على الأحزاب الموالية لها. ولعل أبرز هذه الأعراض ما يحدث في الحزب الأول للسلطة، حزب جبهة التحرير الوطني. في حلقة اليوم نناقش هذا الموضوع وقضايا أخرى مرتبطة بالمشهد الجزائري وتحديات الانتقال الديمقراطي في البلاد. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. ربما تكون غير مسبوقة خطتها المعارضة الجزائرية. علمانيون وإسلاميون خصوم الأمس وفرقاء اليوم يلتقون في مؤتمر موحد، والهدف هو الاتفاق على أرضية تغيير وإنقاذ الجزائر مما هي فيه من أزمات ومشاكل في جميع المجالات. مشهد العناق بين علي جدي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسعيد سعد الأمين العام السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو حزب علماني يوحي بأن المعارضة الجزائرية تركت خصوماتها وحساباتها الإيديولوجية جانبا من أجل هدف أسمى، وهو إحداث تغيير والبحث عن بديل للنظام الحالي الذي تحمله المعارضة مسؤولية قيادة البلاد نحو حافة الهاوية بحسب تعبير وثيقة التوصيات الختامية الصادرة عن مؤتمر المعارضة الجزائرية المنعقد في فندق مازفران بغرب العاصمة. عمل كبير وتحديات جسيمة تنتظر قادة وشخصيات المعارضة الجزائرية، وعلى رأسها بحسب المراقبين الإبقاء على مستوى راقي من التنسيق والعمل المشترك بعيدا عن اختلاف التوجهات والرؤى وتعدد الأطروحات السياسية. السلطة التي سمحت بعقد مثل هذه الندوة التي وصفتها وسائل إعلام بالتاريخية تتفرج في الوقت الراهن دون أن تشارك في البحث عما يخرج البلاد من أزمتها، ولكنها بحسب من يعرفون خباياها تراقب عن كثب وتبحث في ملفاتها وإرشيفاتها الأمنية كما فعلت طيلة سنوات التعددية الحزبية عن ثغرات تتسلل من خلالها إلى أحزاب الوفاق الوطني من أجل تشتيتها وتفتيت جهودها للإبقاء على الوضع الراهن الذي لا أحد يستفيد منه إلا القائمون على السلطة ومن يدور في فلكهم. تحد آخر ينتظر أحزاب المعارضة وقادتها وهو العودة إلى حضن الشعب وإشراك الشارع الجزائري المنفصل عن السياسة في البحث عن بديل للنظام الحالي، وذلك لن يتأتى بحسب خبراء السياسة إلا بالعمل الميداني. فكثير من الأحزاب السياسية التي تكتفي بالمؤتمرات والندوات والبيانات المناسباتية فقدت صلاتها بقاعدتها الشعبية، وكثير منها لا تربطها بالشعب إلا علاقات عاطفية موروثة عن فترة التسعينات عندما كانت الأحزاب تنشط في الميدان فعلا. تقرير صابر أيوب. معنا في الاستوديو جمال الدين بشنوف الإعلامي والكاتب الجزائري، ومن الجزائر الأخضر بن خلاف القيادي والبرلماني عن جبهة العدالة والتنمية. نبدأ بالأخضر بن خلاف. أستاذ الأخضر بن خلاف، كنت حاضرا في هذه الندوة. هناك من قال أنه ربما عمل هذه الندوة، ندوة الانتقال الديمقراطي، بدأ اليوم، ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب على إنجاح ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي أو مستقبل الجزائر في ظل الانتقال الديمقراطي، كما نبارك لشعب الجزائر هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ الاستقلال، حيث اجتمعت الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني على اختلاف توجهاتهم وإيديولوجياتهم وبرامجهم لنقطة واحدة وهي مصلحة الجزائر، وهذا شيء لا بد أن يثمن ولا بد أن يتكرر ولا بد أن نثني عليه كذلك، كي يكون قاعدة للمستقبل في إطار الديمقراطية الحقيقية أو الممارسة السياسية الحقيقية. نعم، نحن قبل عقد هذه الندوة كنا نقول بأن هذه الندوة هي بمثابة، يعني كما يقول الرياضيين، هي بمثابة تسخين يعني العضلات، والعمل فعلا يبدأ اليوم بتطبيق التوصيات التي خرجت
بها هذه الندوة، واليوم يبدأ العمل الجاد مع كل من حضر هذه الندوة من الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني إلى غير ذلك. ما هي الآن الآليات يعني تطبيق هذا، ما تم الاتفاق عليه، وما بدأ واضح بأنه هو اتفاق خاصة في التوصيف، ربما اختلاف في التفاصيل في المقاربات، ولكن في التوصيف نفسه وفي البيان الختامي لهذه الندوة، ما هي الخطوات العملية القريبة التي طبعا هناك من يقول ربما لملامسة ذلك عمليا أو براغماتيا ما قامت به الندوة لكي تخرج من النظر إلى التطبيق؟ ما هي خطواتكم المقبلة؟ الخطوات المقبلة تتمثل فيما يلي: أنه أولا في الندوة كانت مناقشات من طرف الحاضرين، وكانت مناقشات في المستوى من أجل إثراء الوثيقة التي كانت بمثابة مشروع هذه الندوة، وهي وثيقة أو أرضية الانتقال الديمقراطي. فكانت هناك نقاشات جادة وعميقة وجوهرية، فعلى لجنة الصياغة أولا أن تقوم بإدخال جميع التوصيات وجميع ما تراه مناسبا لإثراء هذه الأرضية، كي تصبح أرضية الجميع، كل من حضر هذه الندوة، وليست أرضية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. وهذا ما يجب أن نقوم به يعني في هذه السويعات القليلة القادمة. ثم ثانيا، هذه الأرضية عندما تكون يعني محل إجماع ممن حضر هذا اللقاء التاريخي، لابد أن نبلغها إلى السلطة كذلك، لابد أن نبلغها للسلطة. وما نتمناه أن تتعامل هذه السلطة مع أبنائها الحقيقيين الذين مدوا يدهم إليها لمصلحة البلد، وأن لا تتعامل مثل ما تعاملت من قبل مع تلك المبادرات بلا حدث وتخوين أصحابها إلى غير ذلك، بل لابد أن تعلم أن أبنائها الذين التقوا يعني ما قبل البارحة التقوا من أجل مصلحة الجزائر لوضع سكتها على الطريق الصحيح في الممارسة الديمقراطية والممارسة السياسية، وتصحيح المسار الانتخابي المشوه، وتصحيح المسار الديمقراطي كذلك المشوه. فهؤلاء هم الذين التقوا من أجل مصلحة البلد، ولا تبقى تثق فقط ممن هو معها وينافقها عندما يكون بعيدا عليها. ولكن أبناءها اليوم وضعوا هذا التشخيص الحقيقي، وهم يقولون لها: ها هي الحقيقة أمامك، لابد أن تتعاملي معها بإيجابية لإخراج البلد مما هو عليه. ثم ثالثا، لابد أن نبدأ في أن تكون هذه الأرضية هي أرضية الشعب الجزائري جميعا. لابد أن نشرح له هذه الأرضية من خلال الندوات التي تنظم، ومن خلال الندوات الموضوعية التي تنظم مستقبلا في شتى المواضيع، سواء ما تعلق الأمر بشرح هذه الأرضية، أو بشرح أو تنظيم ندوات أخرى متعلقة ببعض المواضيع الحساسة مثل الممارسة الديمقراطية الصحيحة، وموضوع الاقتصاد الهش الذي نراه اليوم، وموضوع مثلا تعديل الدستور، وموضوع الفساد، إلى غير ذلك من الندوات الموضوعية الموضوعاتية التي لابد أن تنظم على المستوى المحلي. ثم أن تقوم هذه التنسيقية بمعية يعني من حضر في هيكلة التنسيقية على المستوى المحلي، على مستوى الولايات وعلى مستوى البلديات. ثم تمضي كذلك التنسيقية في العمل حسب التوصية رقم 11 التي جاءت في البيان الختامي وفي التوصيات، أنها تشكل هيئة للمتابعة والمشاورة من أجل تحقيق أهداف ندوة الانتقال الديمقراطي، فتتوسع المشورة، ويكون هذا الفضاء بمثابة فضاء المعارضة التي حضرت هذا اللقاء، ثم توسع كذلك لكل من لم يحضر، لأن الندوة هذه الندوة هي كانت الندوة الأولى، وهذه الأرضية كان هذا الإثراء هو الأول، فمن لم يسعفه الحظ كي يحضر هذه الندوة فيمكن أن يحضر مستقبلا في ندوات قادمة.
ومن لم يناقش هذه المرة فيمكنه يناقش مستقبلا إثراء هذه الأرضية، وهذا ما نريد أن نقوم به إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب كيف ما توقعاتكم لتعامل السلطة مع هذه الندوة، مع مطلبكم ومطالبكم في هذه الندوة؟ نحن نتمنى أن تتعامل السلطة بإيجاب مع هذه الأرضية وهذه الندوة كما أشرت، لأن قلت أبناء الجزائر الحقيقيين الذين يحبون بلدهم قد اجتمعوا اليوم رغم اختلاف توجهاتهم وإيديولوجياتهم وبرامجهم، فهم لم يلتقوا للمنافسة على الانتخابات أو أشياء أخرى، وإنما التقوا من أجل مصلحة البلد. ومن ثم على السلطة أن تمد يدها إلى أبنائها الحقيقيين الذين يريدون الخير للبلد وللشعب ويحققوا الانتقال الديمقراطي الصحيح، لأن هناك يعني أنماط كثيرة في الانتقال الديمقراطي، ولقد جربت البشرية أنواع عديدة من الانتقال الديمقراطي، وفي كل الأحوال يبقى ميزان القوة وتطوره بين مختلف الأطراف وما يتعلق به من تطورات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والخارجية ووسائل الاتصال والتعبئة والأنماط النخبوية في الحكم، والمعارضة هو الضابط الأساسي في تحديد الاتجاهات والأنماط. فنحن نعرف جيدا أن هناك أنماط للانتقال الديمقراطي، مثل النمط الأول وهو الانفتاح أو الانتقال الممنوح أو الانتقال من أعلى، وهناك كذلك الانتقال المفروض والانتقال يعني من الأسفل، وهذا يؤدي في الحقيقة هذا النوع من الانتقال إلى حالة فوضى وربما إلى أمور لا تحمد عقباها، ثم ذلك يتدخل بعد ذلك الجيش لقمع المظاهرين، وهو ما حدث في بعض البلدان كمصر وبشكل جزئي في ليبيا وبشكل أساسي في سوريا. وهذا النمط نحن نرفضه لأننا نريد أن نناضل بالوسائل السلمية والديمقراطية، ومن ثم نحن نختار النمط الآخر وهو الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، أي الترانزيسيون نيغوسي، وهو الانتقال الذي يتم تحقيقه وفق أرضية اتفاق أو تعاقد يتم التوصل إليه عبر الحوار والمفاوضات بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة، وغالبا ما يتحقق ذلك عبر الوصول إلى ميزان قوة مناسب نسبيا بين الطرفين، يقتنع الجميع يعني تقتنع النخبة الحاكمة من جهتها بأنها غير قادرة على الاستمرار في السياسات المغلقة والممارسات الأحادية أو القمعية بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وأن كلفة الانتقال الديمقراطي المتفق عليه أخف عليها من كلفة الاستمرار في السياسات غير الديمقراطية، وفي المقابل تكون المعارضة غير قادرة على التغيير بمفردها، وأن ذلك لا يتم إلا بالتفاوض والحوار مع النخبة الحاكمة، وهذا ما نريد أن نصل إليه. وقد حدث هذا النمط من الانتقال في بعض دول العالم، الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان، منها نيكاراغوا مثلا والسلفادور وجنوب إفريقيا وبولندا ومصر قبل الانقلاب على الشرعية الذي وقع فيما بعد. فنحن نحبذ هذا الانتقال الذي يكون سلسا بموافقة الجميع، وهذا ما نتمناه أن يتحقق في أرض الواقع. سؤال أخير أستاذ الخضر بن خلاف، ما تقييمك لتعامل الإعلام في الجزائر مع الندوة؟ هو أولا نشكر جميع القنوات والجرائد في مجملها وعلى رأسها قناة المغاربية التي نقلت الحدث من عين المكان بكل أمانة، وهو الشأن كذلك بالنسبة لبعض القنوات والجرائد. ونحن نعلم جميعا أن هناك قنوات وجرائد يعني مأجورة، هي تريد دائما أن تقدم النشاطات الفعلية التي يمارسها أبناء الجزائر مع بعضهم البعض، كان الأولى عليها أن تبارك مثل هذه الأعمال، ولكن للأسف الشديد عودتنا على التهويل وعن التقزيم وربط يعني هذه الندوة وتاريخها بتاريخ الانتخابات التي وقعت في 90، وهذا شيء خاطئ، والشعب الجزائري جميعا انتبه إلى كل هذه المغالطات وإلى كل هذه الممارسات
اليائسة التي تريد أن تنال من هذه التنسيقية وندوتها، والكل يعلم بأن هذا نشاط قد نجح بامتياز، وهي الندوة الأولى التي نتمنى أن تكون هناك ندوات أخرى في مستوى هذه الندوة أو أحسن. ونتمنى من يعني الإعلام في الداخل والخارج أن يتعامل مع إيجابية مع كل هذه النشاطات التي فيها خير للبلد وخير للبلد للعباد وخير للكل. شكرا جزيلا لك الخضر بن خلاف البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية. جمال الدين مشنوف، ما رأيك؟ رأيي هو أولا أنه هذه المبادرة هذه حقيقة أهم مبادرة منذ الاستقلال بالنسبة لي أنا. علاه؟ خاطر شي مبادرة جماعية يعني فيها شخصيات وأحزاب مختلفة، وحتى نقدر نقول متناقضة، الأحزاب والشخصيات مع بعضها البعض في المشاريع نتاعها، ولكن نحسوا بلي الناس اليوم فهموا بلي كاين خطر كبير على البلاد، وهذا الناس هذا مولو يعني ما يتفهموش بعضهم البعض، ما عندهمش نفس الآراء عن الوضع، فهموا بلي لازم يلتقيوا ويتحدثوا مع بعضهم البعض ويجمعوا المجهودات نتاعهم. ولكن كاين شرط، مبادرة جماعية، ما حبش يقول يعني قال مبادرة تاع 30 شخصية وتاع ما عرف قدان حزب، لازم هذه المبادرة ما تكون فعالية حقيقية لها حتى نهار تنزل للشعب. لما هذه المبادرة هذه تولي تطمح تمثل كل الشعب الجزائري، هذاك الوقت تكون المبادرة كاملة وتكون في موضع اللي قادر تواجه به النظام وتطلب تمشي إلى مرحلة انتقالية حقيقية. وهذا ما قاله الخضر بن خلاف، قال بأنه ربما العمل الحقيقي لهذه الندوة لأهدافها بدأ الآن. يعني أنا عنده الحق. لو وشي درك كيما يقولوا الآخر نفافواغ الماسون وبيي دي ميغ، باسكو كاين فرق ما بين يتجمعوا شخصيات وأحزاب، ديجا سي تري تري بيان، هذا الشيء اللي داروه ديجا حاجة كبيرة. ولكن درك باش تنزل للشعب في كل الوطن، في كل أنحاء الوطن، وتلف حواليك الإرادة الشعبية باش تتركز عليها باش تقدر تقاوم هذا النظام هذا وتتحدث معاه وتفرض عليه مرحلة انتقالية، باش تخشي باش يعني تندار حاجة بلا النظام هذه غير نحيوها من ضرب. طيب في اعتقادك هل ربما بما يحدث بمصائب البعض، يعني مع أنه ربما ليس محبذا لاستعمال هكذا التعبير، يعني بما يحدث من قلاقل في المنطقة، أليست فرصة للجزائر للمعارضة والنظام أولا لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي لرص صفوف لتعزيز الجبهة الداخلية وحماية الجزائر من أي قلق؟ بصح النظام ما يدخلش في هذا اللوجيك هذه. النظام هذا سان ريجيم بريداتور، أولا نظام يعني تعسفي، نظام تاع مافيوقراطي، نظام مكون من أطراف اللي قاعدة تنهب وتسرق، ونظام اللي عاد يدي الأوامر نتاعو من 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 قوى أجنبية. النظام ما ديروش الحساب هذا، يعني حاب يمشي إلى مرحلة انتقالية لمصلحة الوطن، ولكن لازم هذا الشيء هذا يفرض عليه، ما لازمش يبقى له الاختيار. يعني عندما نتحدث هل هو كل النظام، يعني لافت أنه حتى من كانوا في النظام أبناء النظام، يعني حمروش كان في النظام، بن فليس كان في النظام، وزراء سابقون، يعني هم يقولون ينبهون خاصة ربما بشكل صريح حمروش من تعفر الأمور إذا لم يتم التوافق، تحقيق التوافق. أولا فيما يخص النظام، أنا لما نتكلم عن النظام نتكلم عن الناس اللي حاكمين الميكانيزمات تاع تسيير الدولة، يعني السلطة الحقيقية، السلطة الحقيقية الفعالية، النوايو دور اللي معروفين ثلاثة أربعة تاع الناس وحواليهم زبائن تاعهم 20 ولا 30 جنرالات وسيفيل واحد اللي هو سعيد بوتفليقة. وبوتفليقة عبد العزيز ما يتحسبش، هو إلا فيترينا فساد انستيتيوشنال. الناس اللي حاكمين الحكم الحقيقي ثلاثة ولا أربعة، حواليهم 20 جنرالات، والمعلم الكبير فرنسا، هذا بون من جهة هذه. من جهة أخرى حمروش
لما باش نقولوا الاسامي باساميها، حمروش لما ينادي الجيش يتداخل. كاين ناس اللي وافقوه في هذا الطرح، ولكن انا نظن باللي حمروش عنده رؤية تاع ابن النظام عن النظام. سي لا فيزيون دان اونفون دو ريجيم دان برودوي دو ريجيم سور دو ريجيم. هو لما يطلب من الجيش يتداخل باش ينقذ الحالة، مش يعني بالنظرة تاع لازم الجيش يتداخل باش ينقذ الجزائر من الكارثة اللي رايح عليها. خطرك شي الجيش هذا كان هو من 62 اليوم هو الجيش، ولكن حمروش عنده نظرة تاع جناح من النظام ضد جناح واحد اخر. هذا هو، انا نظن باللي لما حمروش يطلب من الجيش يتداخل هو انه الجيش هو قال يكون يساهم الناس. هو يساهم في 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 الانتقال الديمقراطي يعني. هو يقول بانه حتى الحكومه الحاليه لا قاعده اجتماعيه وسياسيه ولا يساندها حتى حزب حتى من الموالات، فقاعدتها الوحيده هي الجيش، وهنا تكمن الخطوره. فالجيش ملزم بان يبقى ويتقوى كداعم للدوله وليس للحكومه. ما فيها حتى شك باللي بلا الجيش ما من المحال يعني باش يمشيو الى مرحله انتقاليه بدون الجيش. هذه ما مفروغ منها، ولكن الاطروحه نتاع حمروش اطروحه هذا ما تكلمش من قبل. الوضع تاع السياده الشعبيه مطروحه من 62 مش من اليوم. اليوم تكلم حمروش عليه خاطر شي الوضع في وسط النظام انقلب على بعضه. خليك معنا جمال الدين بشنوف، معنا عبر الهاتف من الجزائر حدا حزام مديرة جريدة الفجر. سادة حدا حزام، كنت حاضرة في ندوة الانتقال الديمقراطي، أبعاد ودلالات هذا الحدث الذي وصف بالتاريخ غير المسبوق في الجزائر؟ أنا في الحقيقة حضرت الدقائق الأولى فقط للافتتاح ثم خرجت. الأبعاد أنه أنا نظن فيها رسالة واضحة أن هناك تململ كبير من الوضع السياسي القائم في البلاد، وأن كل الأطراف رأت أن اختطاف السلطة من طرف يعني زمرة تميزت أكثر بالفساد أن تتجه بالبلاد إلى الخطر، ولذلك رأينا أن الأضداد التقت. وأنا أراها خطوة هامة يعني لمستقبل السياسي للبلاد إذا ما بقي هذا الالتحام وبقي التوافق على إيجاد حل في أقرب الأجال للوضع القائم في البلاد. أنت في اليوم في مقالك أساطير في الفجر قلت عندما يجمع بوتفليقة الأضداد، هل في اعتقادك، وهذا الكلام طبعا كان له ايضا نفس ربما بصيغه اخرى، جلال سفيان قال بانه نشكر حتى السلطه لانه هي التي مكنتنا ساهمت في ان يجتمع الاضداد والمختلفون سياسيا في الجزائر في هكذا ندوة؟ نعم هو يعني في الحقيقه ان بوتفليقه في البدايه كان عدة أطراف وقفت إلى جانبه بمن فيهم سعيد سعدي الذي كان يرى فيه الحل للوضع القائم في البلاد، لكن بعد مرور كل هذا الوقت نجح بوتفليقة في إحداث الفراغ من حوله، وبقي يعني رهينة يعني مجموعة غارقت في الفساد، وأنا أظن أنه أيضا له يد في ذلك، لكن حاليا بقي وحده. أنا أظن أن هؤلاء لما اجتمعوا أعتقد أنهم سيجدون في أقرب الأجال الحل للبلاد في ظرف الأشهر القليلة القادمة، وإلا الوضع سيتجه إلى ما هو إلى الخطورة، خاصة وأن هناك فرق من الجيش الجزائري تحارب في شمال في ليبيا وأخرى على ما أعتقد في شمال مالي، والوضع خطير لأن هناك يعني ربما انفجار للجيش في حد ذاته لأنه دخل في متاهة لا تعنيه، ولذلك السياسيون هم الآن لإنقاذ الجيش وإنقاذ البلاد أكثر من أي شيء آخر. ولكن هناك نفي اليوم، صحيفة جزائرية تنفي عن مصدر موثوق بوزارة الدفاع أنه الجيش لم يدخل إلى ليبيا ولن يدخلها، ثم سلال أيضا نفى ذلك.
أنا لا أعتقد أن هذا مجرد موقف سياسي لإبعاد النقاش في هذا الموضوع فقط، وإنما الجيش الجزائري تدخل في هذه الحرب التي لا تعنينا بطلب من فرنسا، وأظن أنه كان هذا التدخل داخل في إطار الاتفاق على بقاء بوتفليقة لعهدة رابعة. هذا من بين ما قدمته محيط بوتفليقة لفرنسا من أجل دعم عهدة رابعة. طبعا أنت كنت حاضرة فيما قضية الفجر ما زالت عالقة، وما زالت نعم. صحيفة كنت حاضرة والفجر غطت هذه الندوة، ندوة الانتقال الديمقراطي نعم. وأبرزتها، ولكن الصحيفة ما زالت لم موقوفة من الطبع في مطبعة الوسط. هل من جديد في الموضوع؟ قضية الفجر في الاستعجال أجلت، والمطبعة تلعب على ورقة تأجيل لإطالة عمر الأزمة، لأنه تعرف أنه لو المحكمة نظرت في القضية ستفض النزاع لصالحنا، لأن كل الوثائق بحوزتنا، يعني جدولة الديون وأيضا كل يعني التحويلات المالية لصالح المطبعة في كل يعني فيما يخص جدولة الديون. أنا أظن أن في الأسبوع المقبل ستنظر في القضية، هي مجبرة على إنهاء النزاع في الثلاثاء المقبل، والصحيفة كانت موجودة لأن الحدث سياسي هام ولا بد من تغطيته، حتى وإن كنا نتعرض إلى ضغوط هذا لا يهم، لأننا نريد يعني حل للوضع القائم في البلاد، وعندما يجتمع السياسيون بهذا الحجم لا بد أن تكون الفجر موجود حيثما وجد حراك سياسي. طيب، ولكن في المقابل وزير الإعلام وزير الاتصال في الجزائر يقول بأنه القضية يسر القضية التجارية معك، ويتحدث حتى أنه لماذا لا تدفع الفجر فواتير الطباعة فيما تحصل على إشهار بالملايير. هو الوزير لا يعرف ما يوجد في قطاعه. أنا نشرت أرقام التي ما تحصل الفجر عليه شهريا ولا يتجاوز 6 مليون دينار جزائري، وهي لا تكفي حتى لتغطية الرواتب يعني الضمان الاجتماعي للصحفي الفجر. كان على الوزير أن يهتم بملفات المطبعة وما فيها من فساد، حتى أن هناك صحيفة رياضية تسحب من سنوات بدون أن يكون لديها عقد مع المطبعة، ولما تأكدت المطبعة من أنها لا تدفع يعني فواتيرها، لما حاولت متابعتها في القضاء لم تجد لديها ملفات تخص هذه الصحيفة. كان على الوزير أن يهتم بهذا الجانب. أما الفجر فهي صحيح ليست لدينا الإمكانيات لتغطية كل ديوننا، لكننا نسير وفق ما يمليه الوضع، ولدينا يعني جدول الديون ونحن نحترمها، وكان على الوزير أن يهتم بكل وضع الصحف الأخرى وليس فقط الفجر، لأن ربما اهتم بالفجر لأن الوضع السياسي الحالي هو ضد مواقف الفجر، ولم يعجب جهات في السلطة مواقفنا خلال الرئاسيات الماضية، ولذلك نحن معاقبون. حتى أن المدير المطبعة في حد ذاته قال أن القرار جاء من فوق، ولذلك لو كان قرار تجاري فقط لما قال المدير المطبعة قولا كهذا. طيب، كإعلامية ما تقييمك لتعامل الإعلام الجزائري وخاصة ربما الفضائي مع ندوة الانتقال الديمقراطي وبعض هذا الإعلام الخاص بالمناسبة، يعني مثل ما كان يقول الأخضر بن خلاف حاول أيضا خلط الأوراق، وربما نفس الإعلام الذي يعني نال حتى منك، أليس كذلك؟ نعم، هو يعني هذا الإعلام الذي تتحدث عنه وإن كنت لم تسميه بالاسم هو مأمور، يعني هو ليس ملك أصحابه أو المتحدثين باسمه، ولذلك رأيناه في الرئاسيات الماضية كيف خلط الأوراق وكيف كذب على المواطنين وكيف شوه صورة الكثير من المنافسين للرئيس، ويعني أمر كهذا غير مستغرب يعني، وما زال يحاول خلط الأوراق في المستقبل. لكن أنا أظن
أن أيامه الآخر صارت معدودة، وحسب ما وصلني أن هناك يعني بدأت أطراف تريد التخلص منه. الذين صنعوهم الآن يرون فيه عالة عليهم، وربما ستكشف ملفاته في الأسابيع المقبلة. طب هل تربطين هذا طبعا بحسب معلوماتك بما يقوله وزير الإعلام أنه يريد تطهير القطاع الإعلام بين قوسين؟ أنا أظن وزير الإعلام التي ما زالت غير واضحة، لا أظنها تخص هذه القناة أو هذه الصحيفة التي نتحدث عليها، وإنما يستهدف صحف أخرى، ومنها خاصة أنه اليوم قال أنه سيعيد ترتيب أوراق المعلنين، حتى يريد استهداف حتى المعلنين الخواص. وأنا أظن أنه يسير بخطوات سريعة جدا، ولا أظن أن لديه يعني الحق أو القدرة على تطبيق ما يقوله، لأنه يجهل الكثير من الأمور التي تحصل في القطاع وسيحترق بهذه الملفات. شكرا جزيلا لك حدى حزام، مديرة جريدة الفجر، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. جمال الدين مشنوف، الإعلام طبعا يلعب دور كذلك في الانتقال الديمقراطي. اللافت أنه ندوة الانتقال الديمقراطي، يعني مثل ما كان يقول خضر بن خلاف، أنه بعض الإعلام حاول أيضا يعني بين قوسين إفشالها وتغطيتها بطريقة فيها الكثير من الخلط. بالطبع على هذيك النظام كاين قبل باللي يخلقوا دي شان تلفزيون بالكثرة 15 على ما أظن بين عشية وضحاها، وما قبلش البعض الآخر أنه يعود عنده مكتب، ولو مكتب في الجزائر العاصمة، ولو ممثلين، ولو صحافي واحد باش كش ما يقدر يغطي. لا علاش؟ خاطرش النظام يحب يدير الناس اللي تحت أمر نتاعو، اللي تحت الرقابة نتاعو، اللي يكتبوا واش يقولوا لهم ويصوروا واش يقولوا لهم ويشوهوا لك الصوره نتاعك لما يقول لهم يشوهوها لك، ويرجعوك انت هو ما عرف شكون لما يحبوا. ولكن لازم المواطن المتفرج بالاخص، مادام التلفزيون هي اللي اليوم عاد عندها قدره حقيقيه وتدخل لكل منزل، لازم المواطن ما يشربش من وذنه، ما يشربش الرهج من وذنه، ما يغرغرولوش من وذنه ومن عينيه. لازم المواطن يعرف يميز الحق من الباطل. هذه القضية هذه نتاع الندوة يعني باينة، تبين للمواطن كيفاه يعني ندوة بهذا الأهمية، بهذا يعني وين توصلوا الإسلاميين. أنا شفنا الصورة قبيل تاع إسلامية سعيد سعدي وعلي جدي يتسلموا، يعني وين يعني ان ايفينمون دون تال امبورطونس، يعني تاع من بعد واش صرا. واليوم الناس خلاو على جهة كل شيء اللي يفرقهم، خطرش البلاد راهي في خطر. قضية كيما هك يجي زعما اون تيليفزيون، شان دو تيليفزيون بريفي، اللوكولت كومبليتمون، تحطها في الظلام، بلاك اوت توتال. المواطن لازم يعرف اون شان دو تيليفزيون اللي يدير خدمة كيما هك ما تقدرش تعطيه اعلام حقيقي وموضوعي وصريح، من المحال. دونك من درك المواطن يحكمها هذيك لاشين هذيك، يديرها هنا في الطاقة تاعو بلي هاد لاشين تاع النظام، هاد لاشين مديرة باش ترهجني، هاد لاشين مديرة باش تكذب عليا، هاد لاشين مديرة باش تفورماطيني، دونك أنا هاد لاشين نزبيها. ويقتلها المواطن اللي يقتلها، موش المهنيين ولا لاشين الآخرين، ولا المواطن اللي هو وحده يعرف يختار ما بين هاد لاشين هذم، لاشين اللي تكون صارحة واللي تكون تعطيهم تكون موضوعية، ولو ساعة الخط الاستفتاحي تاعها يكون في طريق والمعلومة اللي تمدها تكون في طريق، ولكن دير الخدمة تاعها بكل مهنية، والمواطن لازم يعرف هذا الشيء. طب والمواطن في اعتقادك، تقييمك ربما مدى تجاوب وتفاعل المواطن الجزائري مع مسعى المعارضة، مع ندوة الانتقال الديمقراطي؟ أنا والله العظيم عمري ما أيست من الشعب هذا، رغم ان واش يقولوا عليه يعني شراوه بنجوه رهجوه، عاد يعرف يجري على كرشو يمشي على كرشو كي لعنش انها غير هات هفق، ولكن مع هذا انا ما ايستش من الشعب هذا. على بالي باللي تحت رماد الجمره ما زالت شاعله،
ويجي النهار وين يجيو الرياح ينسفوا هذا الرماد هذا وتولي تلهب تلهب يعني مش بالعنف منيش نتكلم على العنف تولي يلهب حب الوطن وتلهب النزاهة والشعب هذا يوقف على الوطن تاعو وان شاء الله ينقضوا وما نأيسوش في المقابل طبعا بالنسبة للسلطة يعني الشعب اختار رئيس بوتفليقة في انتخابات ديمقراطية مثل ما قال سلال اعترفت بها حتى المجموعة الدولية ولما كان لهذا من الماضي موضوع المرحلة الانتقالية الجزائر تعيش ربيعا ديمقراطيا فاز به الرئيس بوتفليقة. سلال عندها ايامات شفت في واحد لا فيديو قال لهم انا ما نكذبش وزاد حلف قال لهم والله العظيم ماني كذاب. ولا قبيل نسمع فيديو واحد اخرى واش يقول لهم؟ يقول لهم باللي ما كانش منها الجيش راح ليبيا مادام الرئيس بوتفليقة على رأس هذه الدولة الجيش الجزائري ما يتدخلش في الخارج اخترقش الدستور يمنعه باش يدخل في الخارج يعني جيتك من طريق واحد اخرى باش نجاوبك سلال على باله باللي رئيس بوتفليقة مش على رأس هذه الدولة هذه وهو قال لهم انا ما نكذبش والله العظيم ما نكذب قال لهم انا نراوغ بصح ما نكذبش هذه مراوغه هذه لما قال ما دام الرئيس بوتفليقه على راس الدوله شغل كل يوم بعد يغمزك بيني بينك قال بالك بلي مش على راس الدوله بصح نقولوا راس الدوله والله العظيم غير الجيش الجزائري مش في ليبيا نفس الشيء سلال انسان اللي يراوغ في شعب كامل وشهد وصلوا الغرور للدرجة وين عاد يحسب شعب كامل غبي بدا يحسب فينا باللي احنا في لابتيت بوش هنا حطنا في الجيب يبروطنا كيما يحب ولكن راهو غلط والشعب الجزائري على باله باللي بوتفليقة موش الرئيس تاع الدولة باللي كاين مجموعة على باله باللي هذا بوتفليقة ما انتخبوش الشعب الجزائري هما اللي انتخبوه فرنسا وفرنسا بالاخص على بالهم باللي هذا 52 بارتي بوليتيك ولي بيرسوناليتي والدكتور والبروفيسور اللي مدوريهم حواليهم باش يديروا هاد لي كونسلطاسيون سور لا كونستيتيسيون هي لي بارتي سي دي دكاكين تجاريه سي دي بيتي بارتي وانا نطلب جوستومون من هذه التنسيقيه يردوا بالهم يدخلوا هاد الاحزاب معاهم خاطرش هاد الاحزاب هذا تجار اللي يعطيه يمشي معاه وهذا سلال ندورهم عليه باش يبين زعما كاين اجماع 52 حزب سي او غير الفم يقولها 30 شخصيه 12 بروفيسور تاع الجامعه غاشي باش يعقب لا بيدول ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر محمد بورزام عضو اللجنه المركزيه لجبهه التحرير الوطني سيد محمد بورزام فيما الصوره الان في الجزائر يقال هكذا معارضه موحدة تتقوى في مقابل أحزاب سلطة والحزب الأكبر حزبكم حزب الأفلان يعاني ما يعاني ويحدث ما يحدث في الأفلان من صراعات بالعياط سعداني وصراعات أجنحة ولا غير ذلك ما رأيك؟ هل تتفق مع هذا التوصيف؟ مساء الخير أستاذ جمال ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام وعلى المشاركين في هذه الحصة مساء النور وبارك الله فيك فبالنسبة إلي ما تسألني على قضية الندوة التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي في البلاد بما يضاف إليه القطب التغيير وفي نظري أنا اللي هذا يعتبر نقلة نوعية رائعة جدا لصالح البلاد لصالح الآراء والبدائل اللي تطرح من طرف المعارضة واللي في كل بلدان العالم طبعا البلدان تتطور بأفكارها بأبنائها بنخبها بالبدائل المطروحة بالنقاش بالحوار ومعروف أن المعارضة هي مرآة السلطة وهذا نحن شيء جميل ونعتبره تحول نوعي جدا في المشهد السياسي الجزائري يعتبر إيجابي جدا وأن السلطة التي طرحت تعديل الدستور في هذه الأجواء بعد الانتخابات وجات هذه الندوة يعتبر كله زخم فكري ونقاش سياسي عظيم بالنسبة للبلاد احنا نسجله بأنه إيجابي جدا ونستغله لصالح البلد والناس اللي شاركت كأحزاب وكشخصيات وكمثقفين وكنخب وكذا وقدموا أفكارهم والشيء اللي طرحوه
من افكار في المبادئ والا المهام في 11 نقطه ولا في ندوات فرعيه، هذا كل سياتي اعتباره في المستقبل ان شاء الله. المهم ان المعارضه في الجزائر الان بدات تمشي في طريق مهم وسليم ونتاع فكر بطريقه سلميه دائما في صالح البلاد. اما نحن في حزب التحرير الوطني اذا كانت هناك مشاكل فهي فيها مشاكل نظاميه بالدرجه الاولى، وما كانش مشاكل سياسيه، هي مشاكل نظاميه، مشاكل داخليه، مشاكل اتت من انعدام او من نقص الممارسه الديمقراطيه لهذا اليوم التحول النوعي في البلد في الساحه السياسيه من اجل التكريس الديمقراطي وتعميقها. نحن ايضا في حزب التحرير الوطني كنا قد عانينا ونعاني الان، وهذه النتائج اللي نعيشها الان هي انعدام الممارسه الديمقراطيه، واللي نحن الان نطالب بها حتى في الدوره القادمه للجنه المركزيه ليومي 24 و25 جوان المقبل بفندق العوراسي اللي تعقد فيه هذه الدوره القادمه. واليوم الاغلبيه الساحقه من اعضاء اللجنه المركزيه تريد من خلال هذه الدوره هي اعاده اضواء الشرعيه على منصب الامين العام للحزب، وتسجيل نقطه واحده فقط في جدول الاعمال الا وهي انتخاب امين عام لحزب التحرير الوطني بكل ديمقراطيه بكل شفافيه بالاراده الحره لكافه اعضاء اللجنه المركزيه وفقا للنصوص الاساسيه للحزب ووفقا لقوانين الجمهوريه. طيب، ولكن في المقابل طبعا في المقابل السيد سعدان يقول انا الامين العام لحزب التحرير الوطني، وانصاره يقولون هذا الموضوع ليس مطروحا، وانه اصلا لدينا المشوشون بقوسين الذين يريدون طرح هكذا موضوع على راسهم سيد بالعياط ممنوعون ولم يتلقوا دعوات مثل ما يقول سيد بالعياط ويشتكي من وجود مخطط حتى لاضعاف الافلان، لن يكونوا حاضرين في هذه في هذا الاجتماع للجنه المركزيه. سيدي الكريم يقول او لا يقول، لكن المعروف الذي يفند كلامه ويضحد موقفه هو ان كل الاحزاب السياسيه كل التنظيمات السياسيه في العالم الهيئه لما تقرر العليا هي باغلبيه تاخذ القرار تاخذ قرار، اما المكتب السياسي الان هذا اللي هو فعلي وليس شرعي نتيجه لان امين العام تاعه غير شرعي، وان مهزله الوراسي في 29 او 2013 كنا عبرنا عنها غير شرعيه غير شرعيه وهي مفروضه على الجميع، فهو عندما يقول اليوم هذا الكلام يقول ما يريد، ولكن بالحقيقه كلامه هو ومكتب السياسي تعتبر مجرد اقتراحات مشاريع للجنه المركزيه. وانا اقول لك ان الاغلبيه الساحقه ضمن اللجنه المركزيه عندما تطرح عليها هذه الافكار ولا هذه النقاط سترفضها، ولها ان تفرض او تاتي بنقاط جديده اللي في جدول الاعمال وتثبتها طبقا لموازين القوى السياسيه داخل اللجنه المركزيه. لما تكون الاغلبيه موجوده في قوانين الاساسيه فاللجنه المركزيه عندما تعقد هي التي توافق وتصادق على جدول الاعمال، وان لم تره مفيد تغيره وتصادق عليه وتمشي حسب اغلبيه اللجنه المركزيه. فلا كلام الامين العام يفرض ولا كلام المكتب السياسي يفرض ولا مجموعه معينه، انما هو يقترح وان كان هو غير شرعي وهو فعلي في اللجنه المركزيه حره في اتخاذ ذلك القرار الذي تراه باغلبيتها. طيب هل ستكون حاضرا انت شخصيا؟ هل تلقيت الدعوه؟ انا شخصيا ضمن المجموعه اللي هي الاغلبيه الساحقه ضمن اللجنه المركزيه، القات فرصه اتيحت لها بان تذهب هذه المره لكي تغير هذا الانحراف، لكي تصحح هذا الانحراف وتنقذ الحزب من خلال الممارسه الديمقراطيه الحقة الحقيقيه بالصندوق، ومن ياتي مرحبا به. طيب، ولكن في المقابل طبعا من هؤلاء الذين يقودون هذا الذين يريدون التغيير في الافلان والديمقراطيه كما تقول في الحزب الواحد سابقا محالون على لجنه انضباط، هم مشوشون بحسب القياده الفعليه كما وصفتها الان، يعني وإن لم تكن شرعية بالنسبة لك. جمال، لمعلوماتك أستاذ جمال المحترم أن لجنة الانضباط عليها 24 ساعة أو 72 ساعة قد عطلت في نشاطها فيها بأوامر منهم، لأن هذه اللجنة لم تكمل العمل نتاعها وتلقت مع طبقة أوامر بتوقيف نشاطاتها، لأن مغلب الملفات والادعاءات والأخطاء المطروحة على الأعضاء الثمانية هي أمور تافهة
هي امور في الاعراف في المواقف في تخدير مواقف بالنسبه للامين العام، وليس هناك اخطاء لهؤلاء الاشخاص اللي عاشوا 30 40 50 سنه في النضال واللي كلهم اطارات، اطارات كفء او ساميه عليا في الحزب، ما عندهاش اخطاء نظاميه ما هي مثبته في القانون الاساسي والنظام الداخلي والمتعلقه بالاخطاء الجسيمه والخطيره والموصوفه، انما هي مواقف سياسيه، مواقف تعبير على مواقف تقدير موقف ينتقدوا لصالح الحزب، وهذا من حقهم في اطار النقد والنقد الذاتي الداخلي في النظام الحزبي، ولا عبر عن ارائه لمصلحه الحزب لاجل محاربه الفساد والانحراف. طيب ولكن تعتبر اشياء ايجابيه وليس اننا نديرهم لجنه الانضباط، وبالتالي ما دام لجنه الانضباط لم تصدر الى حد الان لا احكام ولا قرارات، فانها اولا اوقفت بقرار منهم، ثم انها حتى لو اخذت قرارات او احكام ستعرضها للمصادقه على اللجنه المركزيه. ولكن في يقال مصلحه اسمح لي مباشره بعد افتتاحها، وهي قادره ترفض كل هذه القرارات وتدخل الناس جميعا. طيب ولكن يقال في الصحافه الجزائريه بانه الذين احيلوا على هذه لجنه الانضباط كما تقول الصحافه الغائب رئيسها بعثوا رساله اعتذار لكي لا يتم اقصاؤهم او من المشاركه. سيدي الكريم، صحيح ان رئيس اللجنه تعذر باعتذار لكي لا يحضر، ولكن اعتقد شخصيا انها اعذار هي في الحق اوامر بان لا يحضر، وان اللجنه تفرنقع، قال افرنقع ولا اجتمعوا. اما قضيه الاعذار، انا قرات جيدا الرساله المنضاه من طرف هؤلاء الاشخاص المحالين، ما فيهاش ابدا كلمه عذر واحده على الاطلاق، قراتها واطلعت عليها وطالبت حتى المعنيين بامرها باش ينشروها حتى في الصحافه حتى يتفضحوا الناس اللي قالوا هناك اعتذارات وجهت الى لجنه الانضباط. طيب ولكن اللافت انه بالعياط اليوم يقول لصحيفه الخبر انه متابعين بسبب تنشيطهم تجمعات في اطار الحمله الانتخابيه للرئيس بوتفليقه. نعم هذا من بين الكلام اللي يدور، لان سعدان يقول لي كان ما دارش تنشيط الحمله الرئاسيه في اطار الحزب وفقا للبرنامج الذي ضبطه هو بنفسه كسلطه فعليه غير شرعيه، فان كل الذين اشتغلوا خارج هذا الاطار في الحمله هذه لابد ان يتحاسبوا، وهذه في الحقيقه هي كلام زائف، لان انا شخصيا اشتغلت مع الرئيس ونشطت الحمله ولكن ما كنتش تحت طيب. إمرة سعداني أو ضمن برنامجه، لأن من العوائل ال15 الذين قاموا وقدموا دعوة في القضاء اللي هي لإبطال الدورة وطلع قرار مجلس الدولة في صالحنا في الأيام الأولى قبل 29 أود. طيب سؤال أخير، المفارقة أنه فيما المعارضة تتجمع يبدو أنه حتى حساب الموالاة هناك ما يشبه التفكك، يعني عمارة بن يونس يدعو إلى حل البرلمان، وهذا طبعا أثار غضب وحتى صحف الجزائرية سمتها هستيريا في أوساط برلماني الأفلان وعراك بالأيادي وتشابك بالأيدي بسبب هذا الموضوع في البرلمان الجزائري، أليس هذا غريبا يعني؟ سيدي الكريم، يا جمال يا محترم، هناك أصوات ارتفعت من قبل اليوم تتحدث عن قضية حل المجلس الشعبي الوطني وليس البرلمان، لأن عندنا البرلمان هو الغرفتين، أما المجلس الشعبي الوطني فهو وحده الغرفة السفلى، وهذه طرحت منذ عدة سنوات أو منذ فترة، وخاصة بالنسبة لهذه التشريعيات الحالية التي أدت في ماي 2012، ولكن هذه الأصوات تكون ما تكون مرحبا وفي إطار النقد في إطار كذا، ويزاح النون لما طرحت الأمور هذه لبعض من الأحزاب اللي ما جابوش كثير في الانتخابات واللي جابوه على كل حال فرحانين بما كسبوه، وإن كان احنا حتى الوقت ذاك ما انتقدناش طريقة الانتخاب على أنها كانت مزورة، ولكن انتخبنا انتقاء الإطارات اللي تقدمت في القوائم بالنسبة لحزبنا واللي كانت كارثة عليه من ناحية النوعية والكفاءة وكذا، لكن هذه القضية نتاع المتعلقة بحل المجلس الشعبي الوطني أم لا هي راجعة أساسا إلى رئيس الجمهورية وليس طيب واللافت فيما يخص رئيس الجمهورية فهم بأنه لويزا حنون هي التي طرحت أيضا هذا الموضوع، عمار سعداني قال لا نريد أن يتحدث أي أحد باسم بالرئيس، قصد المقصود به كما قالت الصحافة الجزائرية لويزا حنون، وصحف جزائرية تتحدث أنه هناك خوف فعلي في الأفلان بأنه ربما الرئيس بوتفليقة يريد فعلا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الأفلان. يا أستاذ جمال المحترم، عليها ما كانش 48 ساعة كان السيد سلال رئيس الوزراء سمع الوزير العوض قال أعلن أمام مجلس الأمة عن لائاته الأربعة، وضمن اللاءات الأربعة قال واحدة منها تتعلق بلاء لحل المجلس الشعبي الوطني، هذه القضية من الوزير الأول واللي أعتقد عندها ارتباط
بأعلى السلطة. شكرا جزيلا لك محمد برزام، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، شكرا لك. فاصل قصير نعود لمتابعة النقاش مع ضيفنا في الاستوديو جمال الدين من شنوف، وسينضم إلينا إن شاء الله ضيوف آخرون. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة، عنوانها الجزائر وتحديات الانتقال الديمقراطي. معنا في الاستوديو دائما جمال الدين بشنوف الكاتب والإعلامي. جمال الدين بشنوف، الصورة كما تبدو فعلا في الجزائر أنه فيما تجتمع المعارضة يبدو أنه أحزاب السلطة هناك ارتباك في أحزاب السلطة، يعني لفلان فيه صراع كبير، عمارة بن يونس من حزب الموالاة كانوا في نفس الصف في العهد الرابعة يدعو إلى حل البرلمان، حزب غول أيضا يشهد نزيف وصراع وطرد حتى أحد أعضاء أحد برلمانيه، ونفس الشيء يحصل لحزب عمارة بن يونس أيضا هناك نزيف في الحزب. كيف تقرأ هذا؟ أنا نظن باللي كما يقولوا الفرنساوية يسون فان دو ريسورس سون فان دو في، الكذب أمره كسير، لما تبني كذب كيما هذا كبير اللي تسير به بلاد كاملة لازم لك قوة كبيرة ولازم لك انضباط، لما تدخل السوسة في وسط من جنبك يتشتوا كل شيء يروح. درك اليوم دخلوا في ديناميكية اللي راح تفتتهم اللي راح تشتتهم، صاي دخلوا في نفس الوقت وين المعارضة الحقيقية الفعالية قاعدة تتلم وتلف حوالي مطالب يعني قوية جدا، في نفس الوقت قوات النظام قاعدة تتشتت. سي اون لوجيك امبارابل، سي كوم سا كسا اغيف دون ليستواغ. والنظام هذا لربما كما الأنظمة المتعفنة كما هذا، واش اللي يطيحها؟ يطيحها الغرور بالقوة نتاعها اللي ما عندها، هي ما عندهاش قوة في الحقيقة. القوى اللي عندها هي قوى سلبية، مثلا لا كاباسيتي دو كورومبر. النظام هذا اليوم عنده دراهم بزاف، شغل تبانو الأمور كل سهلة عليه، منين تجي صعوبة يجبد الشك يجبد الدراهم، للدرجة وين حتى الشعب حوس يرشي، حتى الشعب يشري به لابي سوسيال، اعطيهم لونساج اعطيهم كذا، خليهم يبيعوا في الطريق، خليهم يديروا دي باركينغ، يولي حلهم كل شيء اللي يرشيهم، ولكن ما نجمش يتعايش مع قيم حقيقيه. لما تبرز قيم حقيقيه تاع النضال تاع الديمقراطيه تاع الحريه تاع الكرامه ما نجمش يتعايش معها. ولكن في المقابل اذا كان عنده القدره هذه، ولكن من يقول ربما عنده القدره انه الشعب يبقى يعني باستطاعته الاستمرار في هذه السياسه، في سياسه شراء بين قوسين شعب، وربما المعارضه لن تستطيع ان تشتري بين قوسين بما يملكه النظام من اموال. صح، ولكن المشكل في النظام اليوم هو انه ما بقاش منسجم كما في السنين التسعينات هذيك، تشتت وقعوا فيه كتل في وسطه، والناس هذم ملهوفين. كي البير النو تاع الدنيا كامله ما تعمروش، كون تصب عليه النو يبقى دائما البير دائما ما يطلعش الماء الفوق، هكذا الناس ما يشبعوش. دروك اللي راهو يدي في لي مليون دو دولار قاعد يخبط في الطابله يقول لهم نو انا جو دي مليار دو دولار، كيف انت تدي دي مليار دولار وانا. هذا هو الشيء اللي خلاهم يتشتوا، وحاجه واحده اخرى اللي خلاتهم يتشتوا انه اليوم السلطه مش بين يديهم، السلطه من وراء البحر وفاقوا ببعضهم البعض. لما حمروش ينادي للجيش يتداخل، هذا هو الفكره اللي من وراه، خطرك شيء حمروش مش قابل، كان قابل انه السلطه تتسلط على السياده الوطنيه ما دام حنا في حنا كما يتبان له هو، باسكو هو من جهه تاع السلطه، ولكن باش السلطه تفلت ما بين يديهم ويقولوا يحكموا في اخرين من برا، هذه ما قبلوهاش ما عظموهاش. طيب. خليك معنا جمال الدين مشنوف، معنا الان عبر الهاتف من نيوزيلندا احمد الزاوي القيادي في الجبهه الاسلاميه للانقاذ. احمد الزاوي، ما قراءتك، ما تقييمك، انطباعاتك حول ندوه الانتقال الديمقراطي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احييك واحيي المشاهدين الكرام والاخ مشنوف وكل من تدخلوا. يعني عندما نتكلم عن الندوة التي أحدثتها التنسيقية يمكن أن نقول أنها لحظة تاريخية وعملاقة
في طريق إعادة بناء جزائر المستقبل والرفاهية. وهذه الندوة يعني حملت زخم رمزي كبير، ربما هذا الزخم يتمثل في أشياء من بينها هي قدرة الفرقاء والخصوم على الاجتماع من أجل مصلحة الجزائر وليس هناك شيء آخر، لأن هذه الصورة المعبرة التي نقلتها لنا التلفزيون المغاربية مشكور الذي نقل لنا التلفزيون المغاربية تدل كذلك على أن السياسة لا ثابتة فيها وإنما هي تدور مع المصالح، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أكبر من صون استقلال البلاد وحفظ مصالحها، وهذا هو مربط الفرس في اجتماع المعارضة، لأن الخطر بدأ يتهدد البلد فتناسى الناس إيديولوجياتهم وألوانهم واختلافاتهم واجتمعوا. كذلك ربما تعطينا معنى كبير، وأن هناك ليس هناك شيء يمكن المراهنة عليه في جزائر المستقبل أو الجزائر التي نريد أن نبنيها غير الحوار والجلوس إلى طاولة واحدة، وليس من الصالح أحد أن يقلب الطاولة سواء كان في السلطة أو في المعارضة، لأن هذا سيؤدي إلى فساد وفتح أبواب شر كثيرة. يعني لا ينبغي لأحد أن يستمر في كبريائه سواء كان من السلطة أو من المعارضة. ربما قضية أخرى كذلك أود التنويه بها والتنبيه إليها، وهي أن اهتداء المعارضة على أن الجزائر تحتاج إلى كل أبنائها، يعني هذا الشيء نقلة أو قفزة، لا أقول نقلة نوعية بل قفزة نوعية، ينبغي للجزائر أن يضربوا عليها، للجزائريين أن يضربوا الطبول ويعلنوا الأعراس. لماذا؟ لأنه ما كان واحد يتصور أن المعارضة اللي كانت تتقاتل من أجل أفكار هامشية أو من أجل مفاهيم إجرائية أو مصطلحات أو إلى غير ذلك تجتمع وتتصافح وتأتي بمشروع، ليس فقط تلتقي، يعني هذا مكسب كبير من جهة، ومن جهة أخرى هو تحدي، يعني مكسب ينبغي تثمينه، تمتينه، تسديده، ينبغي تصويبه، تدعيمه، تأييده خاصة من الشارع. ينبغي كذلك للجزائريين أن يسيروا وراء هذا المشروع الطموح، لأن هذا الاجتماع كان اجتماع على طاولة واحدة تواصلت فيه الأجيال، رأينا قيادات شابة طموحة وقامات كبيرة ذات تجربة وباع، فينبغي للجزائريين أن لا يتساءلوا ويكثروا من الأسئلة وما بعد هذا، لأن ما بعد هذا شيء كثير. لكن السؤال الذي ربما ينبغي أن يطرحه الجزائريون هو لماذا توحدت كل هذه المعارضة واجتمعت على صعيد واحد، وهي التي كانت ربما خلافاتها تنخرها، هل هو صحو ضمير أم توبة أم شيء من هذا؟ ربما أعتقد أن المعارضة حفظت الدرس واستوعبته بعد أن شتتها النظام وقزمها وشتت المشتت، فأخطاء المعارضة حفظتها ودرستها. ومن جهة أقول أن هذه هذا الاجتماع للتنسيقية هو تحدي، من حيث أن المعارضة مطالبة بأشياء كثيرة. لماذا؟ لأنها هي صاحبة المبادرة، هي التي أطلت علينا بهذا المشروع، وهي تريد تسويقه إلى الجزائريين، تريد أن تسوقه إلى الخارج وإلى الداخل، سواء إلى المجتمع أو إلى السلطة. هي أولا أعتقد أنها مطالبة ببناء مشروعها الانتقالي وصيانته، ينبغي أن تتفق على مبادئ تصل إلى قضية العقد المقدس أو الميثاق الذي يمكن أن نجتمع عليه، يعني يمكن نسميه خارطة الطريق أو شيء من هذا. هي ثانيا مطالبة ربما بتمتين صفوفها ورصها، لأنه ربما سنرى في المستقبل تشويشا على هذه المعارضة، محاولة الضغط عليها ومساومتها من طرف النظام، فينبغي للمعارضة أن تكون مؤمنة بمبادئها وأفكارها، ومؤمنة بالتغيير، ومؤمنة بالقدرة على تغيير النظام من الداخل. هي كذلك مطالبة بتوسيع قواعدها والنزول
ينزلون الى 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 الشارع لتوعية الناس بمشروعها، لانه ليس هناك شيء اكثر من الوعي، الوعي ثم الوعي، لانه لا يمكن ان نؤسس لا يمكن ان تكون هناك حركية الا بتأسيس وعي في ذهن المواطن. يعني ينبغي أن ننقل أفكار التنسيقية إلى المواطن، ونجعل قضية الانتقال الديمقراطي مطلب شعبي، ليس المطلب الشعبي هو السكن أو الخبز أو شيء من هذا، وإن كان هذه حقيقة لا ننكرها. المواطن اليوم يعني يعيش بؤسا شديدا نلومه في هذا، لكن ينبغي أن نرفع من وعيه على أن الانتقال أو التغيير ينبغي أن يكون شاملا، لأنه لا يمكن للمواطن ان يكون انانيا كما اننا نطالب. طيب ولكن ربما السلطه تكون انانيه. نعم. ولكن السلطه ربما ترى بانه بالعكس، يعني هي بالنسبه لها السلطه ترى بانه المواطن مرتاح، والمواطن يعني عنده مثل ما كان يقول جمال الدين بجنوف مشاريع الانساج ومشاريع السكن، وانه السلطه يقول على لسانها سلال انه الشعب اختار الرئيس بوتفليقه بطريقه ديمقراطيه، هناك ربيع ديمقراطي، المعارضه تجتمع في الجزائر. يعني لماذا التغيير؟ عن اي انتقال ديمقراطي تتحدثون مثل ما قال سلال؟ هو هذه ربما الشجره التي تخفي الغابه. يعني النظام، يعني هذه دائما الانظمه، يعني اللي يقرا كتاب ميكافيلي ويقرا يعني عقليات السياسيين، هم انهم دائما ياتون الى قضايا، مثلا ربما القضايا الجزائيه او القضايا التي يصلون بها الناس ويكررونها، لانه بالتكرار يتعلم الشطار كما يقولون، حتى لا اقول حتى يتعلم شيء اخر. فالسلطه هي دائما تحاول، حتى مثلا فيما يتعلق بكاس العالم، احنا راينا كيف انه سلال الذي يعرف بما لا يعرف، يعني للاسف ان الدوله يعني تقدم لنا رجالات من امثال هؤلاء، يجعل قضيه الفريق الوطني الذي تاهل الى كاس العالم مقياس لتقدم الجزائر، وباعتبار انها دوله اقليميه. فاذا هناك طبقات سحيقه كثيره لا يسمع صوتها في المجتمع، هناك طبقات ساكته. لذلك انا اقول انه اول الاشياء التي ينبغي للمعارضه ان تفعلها، وكذلك ينبغي للشعب ان يتفاعل معها، لا نطالب فقط المعارضه، حتى الشعب نطالبه بالتفاعل مع هو نقل معركه التحول الديمقراطي والتغيير السلمي الى الشارع. وانا لا اعني بالشارع بالضروره هنا هو الخروج الى الشارع عن طريق التظاهر، ربما هذه قد تكون اخر داء الكي، لاننا نريد ان نتجنب ما وقع فيه الربيع العربي. الربيع العربي الان اجبر على اشياء وضرب من الداخل من طرف قوى اقليميه بمباركه دوليه، بل هناك انا اقول عمل كبير ينتظر التنسيقيه للتفاعل مع الشارع وتبني مطالبه. ربما راينا بعض الأحزاب التي هي التنسيقية من قبل ما كانت تشارك في بعض الاحتجاجات، النقابات وخروج البطانين في ورقلة. ينبغي للتنسيقية أن تكون حاضرة في مثل هذه المواعيد، هذه المواعيد هي التي تصنع طيب. من المعارضة قوة جبارة يخافها النظام، ينبغي طيب. الضغط على النظام طيب. وعندما أقول أنا لا نذهب إلى الشارع يعني ويكون هذا آخر داء الكي، أقول بأنه أفضل الوسائل التي يمكن أن تحدث التغيير في الجزائر، هو نعرف انه هناك ما يسمى الانتقال من الاعلى، ترانزيشن فروم ابوف، ولا زي ما يقولوا علماء الديمقراطيه او ترانزيشن فروم بلو، يعني هناك حاله ثالثه، يعني الانتقال من الاعلى وانتقال من الاسفل. ربما الانتقال من الاعلى هو افضل الوسائل. يعني ينبغي للمعارضه أن تقود وتهندس مشروع تطرحه على السلطة، لأن أفضل وسائل لتجنيب الجزائر الدمار والفساد والحرب، لأن كثير من الناس يريدوا حتى تكون هناك تشويش حتى يفرضوا الأمن نتاعهم ويقولوا طيب. أن يعني أنت في اعتقادك أفضل حل 91 و92 وكما وقع في تجارب أخرى، يعني هو أن يبدأ الانتقال عندما تتوفر عوامله وأسبابه الموضوعية
أو توفير عوامل وأسباب الموضوعية، وهو أننا نخلق لدى النخبة الحاكمة قناعة، يعني على الأقل فيه، يعني كما شفنا الآن قبل قليل الأخ اللي تكلم من جبهة التحرير، هناك داخل السلطة من 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 يعارض، هناك داخل السلطة من يريد الإصلاح. لا نظن أن السلطة أو كل الناس اللي بالجيش هم ضد الدولة وضد المجتمع، يعني عندما أقول الدولة يعني المجتمع والمعارضة يعني بكل أطيافة، وإنما هناك الناس خيرين ينبغي أن نتوجه إليهم لكي ندفع النظام إلى الانفتاح الديمقراطي. هذه مهمة جدا، وهو أن النظام كذلك ينفتح على المعارضة ونشتغل بطريقة حضارية حوارية، ونجلس إلى بعضنا البعض ونتفق على مبادئ. هل يضر السلطة أن تتفق مع المعارضة على مرحلة انتقالية حتى إلى 10 سنوات؟ فتقول مثلا فيها أنه كما جاء في عقد سانت جيدو أو كما جاء في 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 ندوة التنسيقية أنه لا يبقى أحد في السلطة بالقوة، أو أنه لا يجوز لأحد أن يبقى في السلطة بالقوة، أو أنه وكذلك لا يجوز للمعارضة أن تذهب إلى السلطة بالقوة، وأننا نحتكم إلى الانتخابات أو إلى الصندوق ونوفر الشروط التي تؤهلنا إلى إخراج انتخابات صحيحة ونزيهة. هذه ربما هو الطريق الأسهل والأقل كلفة من الاستمرار في الممارسات التسلطية، وخاصة أن النظام الآن بدأت تتساقط أوراقه كما ذكرت قبل قليل، فبدأت الاحتجاجات وبدأت ونحن مقبلون على 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 دخول اجتماعي بعد شهرين أو شيء من هذا. ينبغي للسلطة أن تستعمل عقلها وأن تتحاور مع هذه الأطراف، فهذه الأطراف لا تريد الأخذ السلطة بالقوة، ومن جاء به الشعب إلى إلى إلى, إلى الحكم فلنبارك له ولنقتدي بغيرنا. طيب. ولنجعل قضية الخارج جانبا، لأن قضية الخارج ربما رأينا في كثير من التجارب في انتقال الديمقراطية أن الخارج كان داعما للديمقراطية، لكن في بلداننا اليوم الخارج ليس داعما للديمقراطية، وإنما هو داعم لقضايا أخرى مثل محاربة الإرهاب. وكذلك لا ينبغي للمعارضة ألا تتغافل دور الخارج على الأقل في تحييده، أو الضغط على الخارج لكي يضغط على النظام الجزائري. ما رأيك جمال الدين بشنوف؟ أحمد الزاوي يقول ربما أن الحل الأفضل للسلطة والمعارضة والبلاد والطريق الأقصر للانتقال الديمقراطي بالتغيير من الـ من الـ من الأعلى ومن الفوق كما 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 هو معروف، يعني بإرادة من السلطة بتوافق بتعاون مع جميع الجزائري منهم في السلطة والمعارضة، وتحديد يعني آليات انتقال ديمقراطي ومنظومة ديمقراطية يختار فيها الجزائريون حكامهم. السلطة هذه ما تتوصل إلى فكرة كما هك إلا إذا يعود ما عندهاش الاختيار، ما يخليولهاش الاختيار. وباش ما يخليولهاش الاختيار، أنا نظن زوج حوايج. الحاجة الأولى هي أنه الندوة هذه الناس اللي يكونوها المبادرة هذه لازم يناديو الناس تاع الجيش، الناس الشرفاء اللي في الجيش، انهم او يبداو ينظفوا دارهم، ينوضوا الجيش نتاع الجزائريين، ينظفوه من الناس اللي هم عفنوه والناس اللي خلاوه يخدم مصالح الخارج اكثر من مصالح الوطن. هذه الاولى. والثانيه لازم هذه المبادره هذه يكونوا يساندوها ويكونوا من وراها كل الجزائريين، باش يوصلوا الى مرحله انتقاليه حقيقه، ويفرضوا على هذا النظام هذا انه يشارك، ما يخليولوش الاختيار. ولكن اذا الجيش، اذا الشرفاء اللي في الجيش الجزائري ما يلعبوش الدور اللي منتظر منهم، ما نجموش نروحوا بعيد الا اذا تولي قضيه عنف اللي ما نتمناوهاش على كل حال. دونك ليديال سوغي كو الناس تاع الجيش يلعبوا الدور نتاعهم، ولكن ما يدخلوش المبادرة، يساعدوها باش توصل إلى الغاية نتاعها، يساعدوها باش توصل لمرحلة انتقالية حقيقية اللي تخرج منها مجلس اسامبلي كونستيتيونت، مجلس دستوري وانتخابات، مجلس تأسيسي وانتخابات حقيقية
ولكن مرحلة انتقالية اللي يشاركوا فيها الجميع ويفكروها الجميع. وفي النهاية ليست في ربما في مصلحة يعني الجميع، يعني حتى السلطة، يعني الأوضاع التي تعيشها المنطقة يعني يسهل، وبالعكس ربما يخدم السلطة ويوفر عنها أي قلاقل يعني. ولكن هذه الناس ممش في رأيهم، أولا ممش في هما في 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 ديناميكية انتحارية تقريبا. لا لا بروف سي كو الاموال اللي نهبوها من الشعب هذا ما كانش فيهم واحد اللي استثمر في وسط البلاد، ولو البلاد يعني القوانين يديروها كما يحبوا ويتمكنوا الشيء اللي يحبوا، ولكن الاموال اللي نهبوها يديوها للخارج. لا تخشي هما من الاولين اللي على بالهم باللي راهم في ديمارش سويسيدير، باللي هذا الديناميكي اللي رانا فيها ما تديش للخير. وحاجه واحده اخرى انه هذ الناس هذم لازم يتشبعوا بالفكره باللي ما يقروش وحدهم، ما يقروش، ياخذوا اوامر جايه من عند فرنسا باش نسميو الاسامي باساميها. لا لما كان بوتفليقه في الفال دو غراس وفي ديزان فاليد، هذه خبرني مديتو سبقني مديتو هنا عندكم بعد ونزيد نعاود نذكروا، هو انه بوتفليقه عليه دوهم الفال دو غراس وديزان فاليد باش يعطوه لي ميور زيكسبير اون ريدوكاسيون باش يعلموه يتكلم ثلاث دقائق. قالوا لهم احنا الشيء اللي نطلبوا منكم انه تخليوه يتكلم ثلاث دقائق يخاطب الشعب الجزائري باش يقول له باللي راني راح نشارك في الانتخابات المقبله. ثلاث دقائق طول، لكن في المقابل طبعا سامحني، بعد ثلاث دقائق قالوا لهم سي امبوسيبل، هذا السيد هذا ما نجم لا يهدر لا ينسق الافكار نتاعو. ولكن طبعا في المقابل يعني مسؤولون الفرنسيون يعني لهم روايه اخرى، يعني والرئيس الحكومه الفرنسيه السابق أيغو قال بأن الرئيس بوتفليقة دوهل بحضوره أثناء الحملة الانتخابية. ثم قبل أيام فقط وزير الخارجية الفرنسي أيضا عبر عن اندهاشه وقال بوتفليقة ايتي إلو، بوتفليقة ايتي إلو قالها يعني. وقال بأن الرئيس أيضا كان له حضور ذهني وتناقش معه عن فولتير وعن جان دارك، مشروع هذا أيضا أوبيرات لي يشرف عليها هو وزير الخارجيه بالضبط الفرنسي. بالضبط، وهذا ياكد لنا باللي فرنسا في الطابلو دبور، خاطر شي لو كان ما جاش الطابلو دبور وما عندهاش مصالح ضخمه يعني اللي ما تتصورهاش، ما يتصورهاش العقل، ما يقدرش يكذب كذب كما هذا بهذا الحجم. هما في قضيه تاع مصالح عظمى جدا، عادوا يقولوا نيمبورت كو. طيب نعود في لسيد احمد الزاوي في الاخير. شيخ احمد الزاوي، ألا تعتقد هناك من قال بأن ربما الصورة التي يتم تداولها بشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي، من أكثر الصور تداولا في الفيسبوك صورة سعيد سعدي وعلي جدي يسلمان على بعضهم البعض، الأجواء التي في الندوة ولقاء ما كانوا ليلتقوا يعني خاصة من الخصوم الإيديولوجيين من قوسين، هل هذا في اعتقادك يسهل مهمة المعارضة ربما خاصة على المستوى الشعبي عندما يشاهد الجزائريون من كانوا خصوما إيديولوجيين في السابق على نفس الطاولة ويتحدثون ولهم نفس التفصيف وربما يتحدثون لغة واحدة؟ نعم، فقط أريد أن أضيف كلمة فيما يتعلق بالتغيير من أو الانتقال من الفوق وليس من الأسفل. لماذا أنا أقول الانتقال من الأسفل؟ لأن كثير من الجزائريين أصبحوا يهابون إعادة استنساخ التجارب التي وقعت في مصر وفي تونس وفي غيرها. لكن احنا يعني كجزائريين إذا كانت المعارضة منظمة ويعني راح يكون نوع من التوازن، يعني السلطة راح تفقد كثير من توازنها بحيث يكون هناك نوع من التوازن وهذا يكون أقل كلفة. يعني إذا تحركت القيادة السياسية يعني داخل النظام أو الجناح الإصلاحي للنخبة الحاكمة، يعني حتى الجيش راح يعني يمكن تعيد الجيش، يعني حتى المعارضة ينبغي أن يكون لها لغة تعيد بها الجيش، يعني كما وقع في تونس مثلا، يعني وإن كان التغيير من أسفل لكن الجيش ابتعد. فإذا يعني يمكن لهذه النخبة الحاكمة والجناح الإصلاحي داخل النظام أن يقوم بدور حاسم في عملية الانتقال الديمقراطي، وهذا ربما يكون أقل كلفة من تحت، لأنه من تحت راح يكون التوازن فيه للمعارضة وللشارع. أما إذا كانت الانتقال من الفوق راح يكون فيه ميزان القوة راح يكون فيها أكثر حتى للسلطة. أنا أقول هذا يعني حتى نذهب إلى عملية التغيير يعني شيئا فشيئا ونرجع مصلحة الجزائر.
أما فيما يتعلق بقضية الصورة التي كانت فيها كثير من الرمزية التي كانت بين الأستاذ الشيخ علي جدي والأخ سعيد السعدي، يعني سبحان الله يعني مغير الأحوال، يعني أنا كما يقولوش يعني كما يقولون الجزائريين سبحان الله مغير الأحوال، يعني الحمد لله أن يعني رغم الإحان والأحقاد التي ربما هذه لم تترسخ في 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 قلوبنا، يعني إحنا نتمنى أن يجتمع كل الجزائريين والجزائريون ويتصافحون في فيما بينهم ويبنون مشاريعهم ويبينوا واحد النضج للشعب، لأن هذا يأثر على الشعب الجزائري ويفقد الثقة المواطن اللي أصبح يعني ربما أثار أزمة المعارضة. كان بكري عنا كما كان الشيخ عباسي مدني يردد حفظه الله يقول معارضة المعارضة، اليوم المعارضة يعني نضجت وشبت عن الطوق وعرفت من هو عدو الجزائر أو من الذي يكيد إلى إلى إلى, إلى, إلى الجزائر. فهذه أنا أعتبرها يعني طريق أولى إلى معركة التحول الديمقراطي والتغيير السلمي، خطوة كبيرة وعملاقة إن شاء الله في طريق التحول، ونحن نرجو أن نرى الجزائريين يتحاورون فيما بينهم، لا يتهمون بعضهم البعض ويتنزهون ويترفعون عن السفاهات، بحيث يعني يرسمون يعني صورة التي تعيد الأمل والبسمة إلى كل الشعب الجزائري. فنحن الآن مطالبون والشعب الجزائري كذلك مطالب للتفاعل مع هذا المشروع، ونعرف بأن هذا المشروع ليس ضد الدولة بل هو في خدمة الدولة، ربما هو ضد السلطة وضد ناس السلطة وليس كل الناس التي في 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 السلطة. فإذا ليست السلطة هي الرئيس أو الحكومة، عفوا الدولة هي الرئيس أو الحكومة، وإنما الدولة هي المجتمع، هي المجتمع المدني، هي كل إنسان. يعني احنا شوفوا في الإسلام الحمد لله امرأة كانت تعطي حق اللجوء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابية التي جاءت وقالت له يا رسول الله آجر فلان، يعني خليه يدخل في الإيجار، قال لقد آجرنا من آجرت يا, 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 يا أم فلان. يعني حتى ترجع الكرامة للمواطن، هذا الذي نريده، ولقد كرمنا بني آدم، يعني نريد تكريم الإنسان وإعادة الاعتبار له. والله نتكلم مع شباب في الفيسبوك يسألني يقول أنت تعيش في نيوزيلندا كيف المعيشة هناك، فأذكر لهم يعني كيف الاحترام، يقول لك احنا هنا ما نسوى شيء، نحن هذا أهم شيء. الجزائري يريد عدالة، يريد حق، يريد أن لا يرى الجهلة والمتلاعبين بمقدرات الأمة يتلاعبون بالجزائر ويتلاعبون بمصيره وبمستقبل أبنائه. يريد أن يستشار، يريد أن يكون له رأي في مستقبل الجزائر، يريد أن تكون له مكان، يريد أن يكون له سكن يأويه ويحميه، ليس سكنا يهدم عليه. ونجد أناسا لديهم المليارات ولديهم الخيرات وينعمون في البلاد ويفعلون ما يشاء ما يشاءون. الجزائري يريد الكرامة، لأن الجزائري أصيل. الجزائري اليوم احنا أصبحنا نشوف الجزائري بدأ يتغير، لماذا؟ لأنه أحس بأنه قد فقد الأمل، والحمد لله أن هذه بارقة أمل ينبغي أن يتشبث بها كل المواطنون ويدعمونها ويعملون على تدعيمها وما ينتظرون النتائج، لأن عملية الانتقال والتحول الديمقراطي عملية مقدمة معقدة، يعني مش راح تجي في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك أحمد الزاوي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. جمال الدين شنو في الأخير ماذا يمكن أن تقول؟ المعارضة الحقيقية نقدر نقوله وقفت على رجليها، وقفت على رجليها وتكلت على رب العالمين وفي كل حساسياتها، في كل الشيء اللي يفرقها وشيء اللي يجمعها، وقفت وبدأت يعني تتحمل المسؤولية نتاعها. دوك باقي زوج حوايج، باقي أولا أنه الناس الشرفاء اللي في الجيش يديروا ما عليهم، ما عندهمش الاختيار، بلادهم راح تغرق، بلادهم راح تروح، راح تنفجر، راح تطفى، راح تعود ما كانش الجزائر. هل هذه الأجواء توفر فرصة تاريخية أخرى للجزائر لتكون موعد مع التغيير، يعني تغيير ولو من فوق، والمطلوب مثل ما كان يقول أحمد الزاوي القيادي في الفيس ومعه من شاركوا في هذه الندوة يدعون السلطة لهذه الفرصة لتنتقل الجزائر انتقال ديمقراطي ولبلد يسع الجميع. هذا هو اللي كنت جايك ليه، أنا قلت لك أن المعارضة الحقيقية وقفت على رجليها
وراح تتمشى في هذا التاريخ السليم ان شاء الله. وشيء لازم زوج حوايج، اولا انه رجال شرف ناس شرفاء في الجيش لازم من فوق ومن تحت، لازم في اعلى هرم الدوله اللي هي الجيش، القياده العليا للجيش لازم تنظف الدار، ولازم الشعب الجزائري يلتف حوالي هذا المعارضه الحقيقيه بكل حساسياته، اسلاميست نون اسلاميست كومونيست با كومونيست طول موند الناس كل خطرشي الدار راح تريب على راسنا، لازم ننقذوا دارنا وننقذوا امنا، ثم بربي ان شاء الله ربي يجيب الخير. شكرا جزيلا لك جمال الدين الشنوف الكاتب والاعلامي. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.